السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نازم درويش، واليوم بقدمكم نصايح لطريقة كتابة البريف والنجاح بقسم الشغايبن فحص البي أيز. هلا يفضل أنك تبدأ بكتابة بريف بسيط وجمل بسيطة وتطور من حالك شوي شوي مع كتابتك. كل ما كتبت أكثر راح تطور من حالك وتزيد مفرداتك. يفضل أستاذ لغة ألمانية يصحح لك البريف ويقول لك إنه هذا البريف أي مستوى بحقق بالفحص. هلا يفضل إنك تكتب عدد كلمات لا يقل عن 80 كلمة حتى تحصل على مستوى البي أيس، أو أقل من هيك بس لازم تكون ضابط القواعد بشكل كامل. هلا بالبريف بيعطوك بونكتات أو نقاط لازم انت تكتب عليهم. هاي النقاط يفضل انك تكتب بين الجملة والجملتين، ويفضل انه تكون الجمل طويلة، ويفضل انك تستخدم مثلا كلمات ذهبية مثل الريفلكسيف، مثل زيش مثلا كوميرن اوم، مع الريفلكسيف مع احرف الجر، وتعرف شلون تستخدمهم. هلا ممكن اعمل فيديو في الايام الجاي عن الافعال اللي ممكن انت تستخدمها في البي ايس. اذا حابب انت او حابب انت اعمل هيك فيديو خبرني في التعليقات. اني ماني حابب اعمل شيء الخلق ما راح تستفاد منه. هلا استخدام ادوات الربط بين الجمل مثل الاوفال او الداس او الاوب او ديس فيجن او الفيجن مع الجينيتيف، يعني هالشغلات يفضل انك تستخدمها، وهدول كلهم عليهم علامات. البريف عليه 20 علامة، لكن هو مقسم لنقاط، مثلا 5 نقاط على الجراماتيك، 5 نقاط على الورد شاتس الكلمات الذهبية، 5 علامات انك انت ملبي تطلبات البريف، يعني النقاط اللي بيعطوك اياها انت كاتب عن كل النقاط. ال5 علامات بعتقد الثانية انه هي انت كتبت بريف مفهوم. لتنجح بالبريف لازم تحقق على الاقل 15 نقطة. هلا يفضل انك تستخدم الكونيكتيف تسفاي، يعني التمني او يعني الافعال مثل الفيرن او الهيتن او الفوردن، استخدام قواعد مثل الدامت او الام تسو. هاي بعتقد الواحد بياخدها في اخر مستوى البي ايس، ممكن اذا استخدمتها كمان تكسب علامات منيحة. مو شرط انك تكون تحسن تحكي لغة ألمانية بطلاقة حتى تقدر تنجح في القسم. أنا كان معي شخص أمه ألمانية وبيحكي ألماني بيرفكت ورسب بالفحص الشغايبن لأنه ما حققت تطلبات البريف. ووحدة من فيتنام متزوجة ألماني كمان ما قدرت تنجح بالفحص. حوالي 3/4 الدفع عنا رسبت بقسم الشغايبن، يعني قسم كتابة الرسائل. لذلك إذا حابب تنجح في القسم لازم تتمرن كتير. وأنا شخصيا قبل الفحص حوالي لا يقل عن 40 بريف من مواضيع متنوعة، قدرت أخذ علامة 19 من 20. أنا كاتب بريف ما له علاقة في الامتحانات، لكن ممكن أنزلكم إياه وأشرح لكم إياه، ممكن أي شخص يستفاد منه. أنا مثلا اليوم كتبت بريف عم بخاطب فيه نقابة المهندسين، شو هي الشروط او هي المتطلبات لحتى اقدر اعدل شهادتي او احصل على لقب مهندس في المانيا. كمان كاتب بريف عم بخاطب فيه الجوب سنتر، وكاتب بريف عم بخاطب فيه شركة مشان التقدم لوظيفة عندهم. اذا حابين انزلكم شرح عن هالبريفات وممكن شخص منكم يستفاد منه فخبروني في التعليقات كمان، لاني مثل ما قلت لكم ماني حابب اعمل شيء ما راح يستفادوا فيه الناس. بشوفكم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.